طب في واحد من المدربين كان بيقول هو اللي اخدك وداك نادي الاسماعيلي، فاكره مين؟ كان بيلعب في نادي الاسماعيلي او مدرب في نادي الاسماعيلي ولعب في الزمالك وبعد راح الاسماعيلي، كابتن صبري المنياوي، كان ماسك 19 سنه وقتها، كان ماسك وقتها كان ماسك فريق 19 سنه. هل ليك معاه حكايه؟ ليا معايا حكايات الكابتن. طيب قبل ما تحكي الحكايه هنشوف الكابتن صبري المنياوي هيقول ايه على نجمنا النهارده كابتن سيد معوض، ونرجع تاني نحكي الحكايات بتاعته. اتفضل يا محمد. فاذا انا اول واحد قابلته في النادي جالي تليفون من واحد هو شخصيه رياضيه في نادي الالومنيوم، وكلمني قال لي انا عندي باك ليفت حكايه وكويس وبتاعه وكده. فبقول له طيب هتجيبه ازاي؟ قال لي ب 90,000. فقلت له ده كتير قوي. قال لي لا ده النادي الاهلي بيتخانق عليه وكده يعني. فقلت له طيب هكلم المهندس ابراهيم عثمان وهقول لك يعني. فكلمت المهندس ابراهيم عثمان فقال لي طب هات الرقم الراجل وخليك انت في شغلك يعني. فبعد 5 6 ايام او 10 ايام انا قلت الموضوع اتناسى يعني. فكلمني المهندس ابراهيم قال لي تعالى. فرحت له قال لي الولد تليفونه اهو سيد، واحنا خلصناه ب 110,000، لان النادي الاهلي كان دخل في الصفقه فبدل 90 بقت 110. فنظم معاه وعايزينك تشوف التمرين. فانا قلت له لا انا هعمل له ماتش ودي وكده. فعملت ماتش ودي صغير و جالي سيد سلمت عليه ورحبت بيه وبتاع اخبار اللياقه البدنيه ايه. قال لي بص انا ممكن العب 3 ساعة بالكتير يعني. قلت له ماشي وما تتعبش نفسك وما تجريش، انا بس عايز يعني اشوف تحركاتك اشوف مثلا الكنترول حاجات كده. فالمهم طبعا المهندس ابراهيم عثمان بعت ناس من ورايا منهم الكابتن اميرو الله يرحمه. فمن حظ سيد الوحش ان الكابتن اميرو جاء بعد التلت ساعه الاولى اللي لعبها سيد. اما احنا عملنا الماتش وكده وقلت لسيد خد راحتك خالص، ده مش اختبار، انا بس عايز اعرف الناس يعني مين اللاعب الجديد اللي جاي لنا وكده. فالمهم خلصنا الماتش تلت ساعه وقال لي خلاص. قلت له 10 دقائق كمان بس يعني كده بس يعني. قال لي طيب. لعب نص ساعه وطلعناه وبعدين كملنا احنا الماتش وكده. وبعد الماتش خدته على النادي اتغدينا وبتاع. قلت له انت هتمشي وهتيجي بقى على التليفون عشان اقول للناس يعني. تاني يوم رحت للمهندس ابراهيم عثمان فقال لي ايه الاخبار؟ قلت له والله كويس قوي ولازم تاخده. قال لي انت متاكد من الكلام ده؟ قلت له اه. فقال لي الولد ده جايب 110,000. قلت له لو جايب 150 خده، الولد كويس جدا. اول ما ابتدينا سيد اشتغل معايا لحد ما جهز وبعدين لعب ماتش والتاني. فكل الناس جت اعجبوا بيه جدا فابتدوا ياخدوه في الفريق الاول وما يلعبش معايا. فالمهم جيت بس في النهائي كنا بنلعب مع نادي الزمالك في دمنهور النهائي بتاعت البطوله بطوله الجمهوريه يعني. وكسبنا الحمد لله لان كان طبعا سيد عمل لنا ثقل كبير جدا في الوزن يعني مع زمايله اللعيبه وكده. وكانت الفرقه دي اصلا مميزه فخدنا البطوله. فسيد ما شاء الله بعد ما يعني قبل ما يلعب معايا النهائي ده كان لعب 2 ماتش في الدوري وماتش في الكاس. وخلاص بقى الباك ليفت بتاع نادي الاسماعيلي من حوالي يعني 3 اسابيع وسيد بقى الباك ليفت بتاع النادي الاسماعيلي. انت واخدها كعب داير من الفيوم للالومنيوم للاسماعيلي للاهلي بعدين الاسماعيلي بعدين تطلع على تركيا تركيا ترجع تاني على النادي الاهلي. ايه حكايتك مع الكابتن صبري المنياوي؟ كابتن صبري يعني بالاضافه للكلام اللي هو قاله في نقطه تانية كمان، الكابتن صبري مسكني في الفريق الاول كمدير فني وكمدير كوره، من الناس الكويسه جدا، من الناس اللي بتعرف تتعامل معاها، من الناس اللي قدمتني وانا عندي 19 سنه بشكل كويس، من الناس اللي برضو اللي عندها رؤيه. صبرت عليك يعني؟ صبرت عليا لان انا رايح بقالي سنه كابتن ما بلعبش كوره. فالكابتن صبري يعني له فضل كبير عليا بعد ربنا اكيد يعني.